بعد اعتماد النظام الأساسي أو لائحة النظام الأساسي. طبعا يعني شفنا السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل والأستاذ خالد الدرندلي، وكمان هيبقى معانا أو معانا حاليا على التليفون سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك في دعمك. إزاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الله يخليك. الحمد لله. ربنا يخليك. طبعا يعني في البداية عايزين نعرف من سيادتك الكواليس أو الجامعة العمومية والنتائج بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي، وحضرتك يعني تشرح أكتر بما أن حضرتك كنت موجود النهاردة من أول اليوم لآخر، وكالعادة دايما حضرتك بتكون دايما موفق في أي جامعة عمومية أو في أي حدث بيكون داخل النادي الأهلي. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني دي أول جامعة عمومية تعقد على بعد اعتماد لجنه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طبعا انت حاضر معانا طبعا والجمعيه العموميه كلهم حاضر معانا وسجلوا دستورهم واعلنت في الواقعه الرسميه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. فدي اول جمعيه عموميه طبق لائحه النظام الاساسي. اولا لائحه النظام الاساسي بتعطي حق لمجلس الاداره بالاشراف باحدى الجهات او الهيئات القضائيه. تمام. ولكن مجلس الاداره برضو استمرارا للشفافيه وبعد اعطاء كافه الحقوق للجمعيه العموميه وسحب كثير من حقوق مجلس الاداره اصبحت في ايد الجمعيه العموميه النهارده، اصرينا برضو واصر مجلس الاداره ان كافه الاجراءات تكون تحت اشراف اللجنه الاولمبيه المصريه. طبقا للجنه الاولمبيه المصريه طبقا للقوانين المنظمه وطبقا لائحتنا اللي بتنظم هذا الكلام، خلينا اللجنه الاولمبيه هي اللي تكون اللي بتختار الجهه القضائيه، هي اللي بتختار الجهه الاداريه، هي موجوده. فالنهارده كان عندنا اشراف قضائي كامل مكلف من اللجنه الاولمبيه موجود، الجهه الاداريه هي اللي بتشرف برضه مع اللجنه الاولمبيه عشان خاطر الشفافيه. عقدت الجمعيه العموميه طبقا لائحه الاساسي للنادي الاهلي يومين، اليوم الاول وهو المفروض اكتمال النصاب القانوني ب 50% زائد واحد طبعا لم يكتمل، ده كان امبارح تاريخ 23. اليوم الثاني وبعد اعلان رئيس اللجنه القضائيه بعدم اكتمال النصاب القانوني ستة هذا الواحد، فدعا للجمعيه العموميه طبقا برضه لائحه النظام الاساسي. المفروض انت بتبدا اليوم الثاني خلال اسابيع، ولكن احنا دعينا ثاني يوم على طول اي تاريخ 24 برضه نفس القصه، كانت باديه من 9 صباحا حتى 7 مساء وبرضه لم تكتمل الجمعيه العموميه. المفروض كانت 10% من عدد اعضاء الجمعيه العموميه او 5000 ايهما اقرب، لكن طبعا العدد برضه نصاب القانوني لم يكتمل. طبعا زي ما الاستاذ الدرنداني قال يعني ده بيبقى ثقه من اعضاء الجمعيه العموميه في مجلس الاداره، وانا برضه ليا راي شخصي عدم وجود رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب المعشوق ده برضه يعني اثر على عدم حضور. يعني احنا عايزينها تبقى ندوه فيها لقاء، فيها مجلس اداره بيلتقي فيه اعضاء جمعيه عموميه، بنقبل وبنسمع النقد، بيبقى في نقاش طالما في اطار اللوائح اللي احنا متربيين عليها متعودين عليها احنا بنسمعها. ولكن انا برضه متهيألي الناس بتحب دايما تتعامل مع كابتن محمود الخطيب ويبقى في نقاش، ولكن بندعو له كلنا يعني يرجع ان شاء الله باذن الله بالسلامه. وانا عايز برضه اطمن كل الناس وكل ده حضرتك يا فندم يعني رديت على كل الاسئله اللي انا كنت المفروض اسالها لحضرتك، حضرتك اخذتها كلها. سايبني على التليفون فانا سمعت كل الاسئله عمر، سايبني بقى انا ارد على يعني احنا طول اليوم قاعدين فانا هرد على كل الاسئله اللي هم. طيب يا فندم لا عايزين طبعا نطمن من حضرتك على كابتن الخطيب، وطبعا كلنا عرفنا ان العمليه الحمد لله تمت على خير، لكن عايزين نعرف من حضرتك هل هو صحيا الحمد لله كويس، حضرتك بتتواصل معاه، هيرجع امتى ان شاء الله بالسلامه، كل تفاصيل. طيب ان شاء الله باذن الله هو خلال 10 ايام من موعد اجراء الجراحه الحمد لله الاطباء طمنونا اللي هي ناجحه، فان شاء الله باذن الله يرجع بعد 10 ايام باذن الله. تمام. احنا بنتواصل معاه بصفه مستمره ويمكن ده برضه ضغط زياده عليه، ولكن هو طبعا نتيجه اليومين اللي فاتوا ونتيجه مباراه الوصل كان في اكثر من اجتماع مجلس اداره وقرارات مجلس اداره بتصدر بداخل كابتن محمود الخطيب طبعا وخارج البلاد وبيتفقوا وبياخدوا قرارات احنا شفناها النهارده في قطاع كره القدم. ويمكن كان قبل ما هو يسافر كان كلف الكابتن سيد عبد الحفيظ بدراسه كل الملفات دي عشان خاطر يقعد عليه خلال اسبوع تقرير مفصل، ولكن طبعا نتيجه مباراه الوصل ففي حصل تغييرات احنا طبعا شفناها. دي كان قرار مجلس اداره صادر من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بعد مناقشه اعضاء مجلس الاداره بالكامل. امبارح كان في تواصل معاه برضه عشان اطمئنان على الجمعيه العموميه، هو دايما برضه نفس القصه بيرسل شكره وامتنانه من دعوات محبيه ومن طبعا الجماهير اللي بتسال عليه دايما.
والنهارده برضو كان في تواصل الصبح، وان شاء الله باذن الله يبقى في تواصل دايما عشان خاطر الاطمئنان على النادي الاهلي وهو بيتابع وبيمارس مهامه، سواء تواصل مع الاداره التنفيذيه او اعضاء مجلس الاداره او مع كابتن سيد عبد الحفيظ. الحمد لله رب العالمين، فبنا ندعي له يرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. سياده العميد، يمكن حضرتك اتكلمت وقلت على ان الجمعيه العموميه لم يتم اكتمال النصاب القانوني. طبعا عايزين اعرف، او بما ان حضرتك موجود معايا عايز اعرف من حضرتك ونشرح للساده الاعضاء ما معنى كلمه عدم اكتمال النصاب القانوني وايه النتائج المترتبه على كده. في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني وطبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، يفوض مجلس الاداره في باقي بنود جدول الاعمال للجمعيه العموميه التي لم يصدر قرار بشانها عدا بند واحد فقط، هو بند الميزانيه والحساب الختامي، يرسل الى الجهه الاداريه المختصه لتتم ارسالها للجهاز المركزي للمحاسبه. فده بمثابه موافقه او تجديد ثقه في مجلس الاداره على الفتره اللي فاتت وعلى الميزانيه الموجوده، فبالتالي في جدول اعمال انت بتبقى عارضه واعلن عنه في جريده رسميه قبليها ب 15 يوم طبقا ل قبليها ب 21 يوم طبقا للائحه النظام الاساسي بتاعنا. احنا اعلنا عنها واخدنا اجراءاتنا كافه الاجراءات القانونيه سواء في الجريده الرسميه سواء في ثلاث فروع النادي الاهلي الموجودين سواء المقر الرئيسي الشيخ زايد مدينه نصر، الكشوفات بتعلق في معادها، الكتيب بتاع الجمعيه العموميه عشان بس مطلعه على كل الامور اللي بتجري في النادي خلال الموسم العام الماضي بالكامل كانت موجوده برضو قبليها بثمان ايام. الاجراءات القانونيه دي كلها اجراءات قانونيه، فالحمد لله النهارده هرجع اقول تاني لم تكتمل. وانا رايي الشخصي يعني الندوه او النقاش اللي هو بيتم ما بين مجلس الاداره وبين اعضاء الجمعيه العموميه دايما بيفضل يبقى رئيس النادي موجود، فرئيس النادي النهارده نظرا لغيابه فيعني الحمد لله، ولكن برضه احنا شفنا اللفه الطيبه من نائب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وهم بيتمنوا الشفاء، هم واعضاء الجمعيه العموميه وبيدعوا الكابتن الخطيب يرجع تاني ان شاء الله باذن الله بالسلامه، ورئيس اللجنه القضائيه برضه في لفه طيبه منه، فده طبعا يعني هو ده النادي الاهلي وهو ده محب النادي الاهلي وده مجلس اداره النادي الاهلي واعضائه. فاحنا ده بناء عليه النهارده يعني يفوض مجلس الاداره في باقي جدول الاعمال للجمعيه العموميه، والميزانيه هيتم ارسالها للجهاز الاداري وارسالها للجهاز المركزي المحترف. ده الجمعيه العموميه الاولى عقب على القائمه على لجنه لائحه النظام الاساسي وليست اللائحه الاسترشاديه. طبعا بنهني اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، ولكن هيبقى برضو البحث عن البطولات، هيبقى برضو البحث عن افريقيا، هيبقى برضو البحث عن كره القدم، النادي الاهلي كره القدم ان شاء الله باذن الله، واحنا عايزين نطمن جماهيرنا ونطمن اعضائنا مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيبذل قصارى جهده، الإدارة التنفيذية موجودة تبذل قصارى جهدها، ناس قاعدة من أصغر عامل في النادي الأهلي لرئيس النادي كلهم بيبذلوا أقصى جهد عشان خاطر يحققوا طموح حلم النادي الأهلي إن شاء الله. طب يا سيادة العميد هتاخد أجازة ولا لسه بقى مكمل طحن كده مفيش راحة خالص؟ والله نتمنى نتمنى ناخد أجازة، بس شايف إن حضرتك إحنا عندنا ماتش المقاولين طبعا طبعا بنجهز له من دلوقتي إن شاء الله، عندنا مجموعة مباريات خمس أو ست مباريات ورا بعض الفترة اللي جاية، فبندعو لفريق كرة القدم إن شاء الله وندعو إن شاء الله لعبتنا وفرقتنا محتاجه مسانده الجميع طبعا معاهم، والنادي الاهلي هو ده النادي الاهلي دايما الناس بتقف معاه في هقول ايه يعني انتصارات بنبقى فرحانين بيه، وساعه ما في هزيمه بنقف جنبه بنقف جنب النادي الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي دايما هو اللي عود جمهوره عود ابنائه دايما احنا المركز الاول دايما الانتصارات ان شاء الله، وهترجع تاني باذن الله طالما الكل بيبذل جهد لهدف واحد، فان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. يعني تفاؤل حضرتك ده واضح جدا ومهم جدا للجمهور اكيد، لكن يعني عايز اخد من تفاؤل حضرتك رساله او كلمه توجهها للجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه من الواجبات اللي المفروض تكون عليه تجاه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. اولا لازم نبقى عارفين ان جمهور النادي الاهلي عارف كويس قوي، لازم يكون عارف ان احنا مقدرين يعني الحزن والزعل اللي في الجمهور النادي الاهلي فيه، لان هذا الجمهور هو اللي بيشيلك على اعماقه وانت كسبان. هذا الجمهور النهارده لازم يكون عنده حاله غضب، حاله غضب دي مشروعه جدا جدا، ولكن جمهور النادي الاهلي لازم يكون متاكد. هرجع اقول ثاني، اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي بيوصلوا الليل مع النهار عشان خاطر يحقق طموح الجمهور. لو حد فاكر غير كده يبقى هو غلطان، احنا قاعدين عشان خاطر احنا بنفرح زي ما انت بتفرح، بنتحمل مسؤوليتنا وعندنا يعني زعل، ولكن المسؤول عن الاداره دايما بيحاول يشوف الحلول وبيجد الحلول، ولازم تبقى انت بتحافظ على بيتك ازاي من جوه، احنا ما بنهدش البيت، احنا بنحافظ عليه
وبنعمل التغييرات المطلوبه، رئيس النادي ومجلس الاداره بيتحركوا في التغيير المطلوب مع الحفاظ على البيت من الداخل، هو ده الاهم. احنا ما بنعملش انهيار، احنا بنحقق صالح النادي الاهلي، احنا بنحقق النتيجه او الجمهور بيحلم بيه. عشان اعمل كده بتحافظ على البيت من جوه، ولكن تاكد زي ما احنا جمهور النادي الاهلي غضبان واحنا مقدرين هذا الغضب، لان جمهور النادي الاهلي ده اللي نام في الشارع عشان خاطر يجيب تذكره المباراه، جمهور النادي الاهلي ده اللي بيتواجد في كل حته، احنا مقدرين هذا. فتاكدوا ان احنا يعني هقول ايه، ما بنشوفش البيوت عشان خاطر نحقق حلم النادي الاهلي. يعني دي حضرتك احنا كلنا شاهدين على كلام حضرتك وكلنا مؤيدين وكلنا طبعا داعمين للنادي الاهلي ولمجلس الاداره، وان شاء الله يعني كل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معايا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلم على اول جمعيه عموميه بعد ما تم اعتماد لائحه النظام الاساسي في عهد مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم سمعتم كل التفاصيل وكل الكواليس سواء